مجلة فورين أفيرز الأمريكية تتناول حبوب الشجاعة وتنشر أخطر تقرير لها لسنة 2024 عن مصر وإثيوبيا والإمارات وتركيا والسعودية. تفاصيل الحرب السرية الإقليمية في القرن الإفريقي وكيف تحولت إثيوبيا إلى شوكة في ظهر الدولة المصرية. ما هي تفاصيل هذا التقرير؟ ولماذا تدعم بعض دول الخليج إثيوبيا ضد مصر؟ وليه الصين وروسيا بتدعم مشروع سد النهضة الإثيوبي رغم علاقتهم الجيدة بالقاهرة؟ وهل هناك خطر جديد من سد النهضة على حياة المصريين؟ وماذا عن تمرد تيجراي والحرب الجارية في السودان والصومال؟ هل تتشابك كافة جبهات الصراع في القرن الإفريقي ونشوف مرحلة توحيد الجبهات وتندلع حرب إفريقية عظمى بوجه القاهرة؟ تقرير وصف بأنه أقوى ما قدمته فورين أفيرز عام 2024. التقرير بعنوان كيف يؤدي طموح أبي أحمد المتهور إلى تأجيج الفوضى في القرن الإفريقي؟ خليني أقول لك إن أسوأ حرب إبادة في عشرينيات القرن الواحد والعشرين مش في غزة ولا أوكرانيا، ولكنها الحرب الأهلية الإثيوبية الثانية. المصطلح اللي ما تعرفش ليه غايب عن الإعلام العربي ومكتفين بمصطلح حرب تيجراي، رغم إنه الحرب امتدت لكافة الولايات الإثيوبية. المهم إن الحرب دي أدت إلى مصرع 500,000 جندي من كافة الأطراف، بالإضافة إلى 360,000 مدني تقريبا. طبعا الوفيات مش كل الخسائر، في ملايين الستات اللي تم الاعتداء عليهم وسوق لبيعهم اتنصب لصالح شبكات عالمية، ده غير الإصابات وتدمير اقتصاد إثيوبيا وإعادتها إلى نقطة الصفر اقتصادية. ورغم إنه الحبشة دخلت في نوفمبر 2022 في هدنة في إقليم تيجراي، ولكن لسه الحرب مستمرة. إقليم أمهرة اللي ميليشياته كانت بتحارب مع الحكومة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ده بالإضافة إلى استمرار التمرد في إقليم أوروميا. للي مش فاكر كلامنا عن إثيوبيا قبل كده، أغلب ولايات الحبشة كانت دول وإمارات إفريقية مستقلة قبل ما بريطانيا تساعد الحبشة في احتلال الولايات دي، وهكذا ظهرت إثيوبيا الحديث. ظهرت للوجود أواخر القرن ال19 بدعم بريطانيا. بريطانيا وقتها كانت بتصنع غريم حبشي للدولة المصرية في منابع نهر النيل، اللي هو لو مصر خرجت عن سيطرة بريطانيا يوما ما يبقى فيه كيان وظيفي أو دولة وظيفية على منابع النيل تخنق مصر. الحرب أفضت إلى 30,000,000 إثيوبي تحت خط المجاعة. طيب مين مع مين في إثيوبيا علشان نعرف مين بيحاول يأذي مصر؟ إحنا في زمن التحالفات فيه معدتش بنفس بساطة زمان. يعني أنت ممكن تبقى متحالف مع روسيا في ملف، وفي ملف تاني أنت مش متفق مع روسيا. ممكن بكل مؤامرات أمريكا عليك يبقى فيه لغة مصالح مشتركة بينك وبين أمريكا في ملف ما عكس باقي الملفات. وبالتالي فكرة انه في تحالف دائم في كل القضايا بينك وبين نفس الدول ده فكر قديم في السياسة، انتهى بنهاية الحرب الباردة اواخر الثمانينيات في اثيوبيا. نظام ابي احمد وقع اتفاقيات استثمار مع الصين وروسيا، والصين في المقام الاول. مقر الاستثمارات دي بيقع في تيجراي ضمن مشاريع الصين في افريقيا. عشان كده امريكا والغرب هم من صنعوا تمرد تيجراي علشان يولعوا في المناطق اللي فيها الاستثمار الصيني والنفوذ الروسي. عشان كده في مرحلة ما شفنا روسيا بتساعد إثيوبيا عسكريا، والبعض قال إن روسيا بتسلح إثيوبيا ضد مصر، وده مش حقيقي. الهدف كان حماية الاستثمارات الصينية والروسية في تيجراي في إطار حرب النفوذ مع أمريكا والغرب. دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا عندها استثمارات ضخمة في إثيوبيا، وعشان تجد استقرار ورعاية للاستثمارات دي فإن أبو ظبي لعب الدور الرئيسي في وصول أبي أحمد للحكم، رغم إن الإمارات علاقتها قوية مع أمريكا، وفي نفس الوقت أمريكا لم تغلق كافة أبواب الاتصال مع أبي أحمد. وكانت الرسائل إنه متى ساعدت الغرب في ضرب استثمارات الصين وروسيا في إثيوبيا فإن أبي أحمد سوف يصبح رجل الغرب الأول في شرق إفريقيا. زي ما أنت شايف شبكة علاقات ومصالح متشابكة ومتداخلة للغاية، تقريبا كل طرف عنده حصة ونسبة مع كافة الأطراف المتصارعة. وعشان أبي أحمد يثبت إنه تقيل وبلده ليها تمن أغلى في سوق التجارة الدولية، بدأ في الانخراط في الصراعات الدولية حول إثيوبيا. طبعا حرب السودان كانت المدخل الرئيسي. فبحسب فورين أفيرز فإن ميليشيا الدعم السريع نفذت التمرد بدعم أمريكي وتمويل من دولة خليجية وتسليح من إثيوبيا. أمريكا بعد ما ولعت في السودان اكتشفت قوة العلاقة مع الدعم السريع بروسيا، ومع كده لم تتوقف. أمريكا شافت إن توطين الفوضى الخلاقة ونموذج اللادولة في السودان وتحويلها إلى أفغانستان الإفريقية، يعني تبقى حاضنة لكل الجماعات الإرهابية، أهم بكتير من أنهم يتراجعوا عن دعم حميدتي لأنه ليه علاقات مع روسيا.
الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان لما شاف العلاقات الروسية قوية مع حميدتي طلب دعم من أوكرانيا ووصل له، ولما شاف اتصالات الإمارات مع حميدتي طلب دعم من السعودية المنافس الخليجي للإمارات ووصل له برضه، ولما شاف ميليشيات إفريقية بتحارب مع حميدتي قام مطلع ميليشيات إخوانية من السجن وطلب دعم من تركيا وإيران. وأخيرا وقبل كل ده مصر دعمت الجيش السوداني بحسب المجلة الأمريكية لأنه بيمثل الشرعية، وأن سقوط السودان في الفوضى أو قبضة حميدتي معناها كارثة حقيقية على الأمن القومي المصري. الرئيس البرهان لم يتوقف عن طلب الدعم من كل أعداء الدعم السريع، والمرة دي لأنه أبي أحمد بيدعم حميدتي قام الرئيس البرهان في طلب الدعم من متمردين تيجري، وحاليا في تشكيلات من التيجري بتحارب مع الجيش السوداني. المجلة الأمريكية بتقول أن مصر والسعودية وتركيا كلا على حدة دعموا الصومال وإريتريا ضد طموحات إثيوبيا في القرن الإفريقي، وأن دي تعليمات أمريكية لأبي أحمد اللي بعد انتهاء حرب تيجري اترمى بشكل نهائي في حضن الأمريكان بعد ما فهم أن الروس والصينيين مش هيفيدوه بحاجة، وأصبح هم إثيوبيا الأول دلوقتي هو تطويق النفوذ المصري في منطقة القرن الإفريقي وصناعة فوضى لصالح مشروع تدويل مضيق باب المندب واحتلال الغرب لخليج غعدر وإيجاد تواجد عسكري غربي دائم في القرن الإفريقي والبحر الأحمر أو بشكل أوسع شرق إفريقيا. تركيا رفضت المخطط الأمريكي لأنه جاي على حساب القواعد العسكرية التركية في القرن الإفريقي، عشان كده تركيا في الجولة دي بتقف صف واحد مع مصر والسعودية. خد بالك اللي بيحصل في القرن الإفريقي بيسمع في قناة السويس، والغرض دايما وأبدا أنه القناة تتقفل لأنها الرئة اللي بيتنفس منها طريق الحرير الصيني الجديد، وأن البدائل البرمائية لقناة السويس وطريق الحرير الصيني كلها برعاية أمريكية وأولها الممر الهندي الصهيو خليجي الأمريكي. يعني أنت قدام هدفين من صنع الأمريكان، فوضى خلاقة في السودان علشان تنفجر في وجه المصالح الروسية والصينية في القارة الإفريقية بالكامل، وتبقى السودان منصة الفوضى والإرهاب الأمريكي في القارة الإفريقية، والقرن الإفريقي بدوره يولع في حرب إقليمية بحرية علشان الغرب يتدخل ويقفل الخط الملاحي ويبدأ من مضيق موزمبيق وخليج عدن صعودا إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس علشان يتم غلق واحتلال المناطق دي بحريا بوجه طريق الحرير الصيني الجديد. وفي نفس الوقت فإن النار اللي ولعها الغرب في إثيوبيا بتنهش إثيوبيا من الداخل، وما عادش في حل إلا باستقلال الأمم الإفريقية اللي بتحتلها إثيوبيا، وده مصير الدول الوظيفية. يعني إثيوبيا مش دولة وطنية إنما دولة وظيفية ليها وظيفة حددها اللي صنع الحبشة في القرن ال19، وللأسف لم يظهر أي حاكم وطني في الحبشة على مدار قرابة 200 سنة عشان يلغي الدور الوظيفي ويصنع ويؤسس دولة وطنية إثيوبية بتضم وتبقى وطن قومي لكافة الشعوب الإفريقية داخل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. عصر أبي أحمد هو العصر الذهبي للجيوش العرقية داخل إثيوبيا بكل أسف، عصره هو عصر طلقت البداية في الطريق إلى تفكيك إثيوبيا. التقرير الخطير بيوضح أن للإمارات طموح في المنطقة زي ما احنا شفنا اتصالات أبو ظبي ودبي مع إثيوبيا والسودان، وكمان ليبيا وتشاد وجنوب السودان، والغرض أنه يبقى للإمارات كلمة مسموعة في المعسكرين الأمريكي والروسي، وأن أغلب دول المنطقة مش قادرة تواجه التمويل الإماراتي الضخم في الملفات دي لدرجة أن أمريكا وروسيا بينهم اتفاق غير مكتوب أنهم يوظفوا التمويل والنفوذ الإماراتي لمصالحهم بدلاً من محاربتهم. وده سر أنك تشوف مصالح الإمارات في ملف مع روسيا وملف تاني مع أمريكا بدون ما يبقى في خلاف. أمريكا وروسيا والصين سكتوا أمام التمويل الإماراتي الضخم، مش قادرين على مواجهة شلال الفلوس ده، والحل أنهم يحاولوا يخلوا الشلال لمصلحته وليس ضده مهما كان موقف ومعسكر الإمارات في بعض الملفات، مع وجود خلاف حدودي بين السودان وإثيوبيا وخلافات بين إثيوبيا وإريتريا ومحاولة إثيوبيا بدعم من الإمارات وأمريكا صناعة اضطرابات وإعادة الحرب الأهلية في الصومال. إحنا قدام لعبة لا تنتهي في القرن الإفريقي، ومصر هي المستهدف والمتضرر الأول من كل ده. كل ده بيسمع في البحر الأحمر وقناة السويس وفي السودان وفي منابع النيل في إثيوبيا، وفي مجمل الأمن القومي المصري سواء كانت مصر مستهدفة بشكل مباشر أو في أهداف تانية لدول إقليمية ودولية ولكنها بتؤثر في الأمن القومي المصري، علشان المناطق دي زي ما أنت شايف كلها بتسمع في البحر الأحمر وقناة السويس. طيب إيه الحل؟ المفاجئ أن فورين أفيرز بتقول لواشنطن وحكومة جو بايدن أن الحل برضو هو مصر، مصر وتركيا والسعودية على وجه التحديد. لازم يحصل ميثاق للأمن الجماعي والبحري في القرن الإفريقي وتهدئة للحروب والاضطرابات دي علشان الملاحة البحرية في قناة السويس،
فورين أفيرز بين السطور بتقول اللي احنا بنقول، فات المعاد، فات معاد أي بديل برمائي لقناة السويس والبحر الأحمر، وإنه فكرة إنك تولع في المنطقة دي ويتحول البحر الأحمر إلى بحيرة من النار من أجل وقف وفرملة الصين أمر خاطئ. الحل إنك تكمل وتنافس في نفس المكان وتتعاون، ويبقى مستوى علاقاتك مع مصر والسعودية وتركيا والإمارات وحتى إثيوبيا والسودان يبقى أكبر من العلاقات والاستثمارات الصينية والروسية. تقريبا ده اللي عملته أمريكا في زمن جيمي كارتر مع مصر، لما القاهرة قلصت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي على ضوء تحسن العلاقات مع أمريكا. دايما وأبدا الحل كان تحسين العلاقات مع مصر، إنما محاولة تفجير مصر أو تحويلها إلى ملعب إقليمي للصراع مع روسيا والصين أو أي دولة عظمى تانية كانت دايما محاولات غربية وأمريكية فاشلة. فهل تستمع أمريكا لصوت العقل بين سطور تقرير فورين أفيرز؟ أتمنى ذلك. الملاحظ في التقرير الطويل العريض إنه مفيش ولا كلمة عن سد النهر، علشان لما نقول إنه كارتو اتحرق وفشل والملء فشل بكل مستوياته، وإن إعلان الحبشة 2023 إنه الموضوع انتهى كان إعلان حقيقي مش تمويه أو خداع استراتيجي، يبقى مفهوم إننا بنتكلم عن تحليل صادق ومعلومات مش ماشيين ورا صفحات التسخين الإخوانجية وبعض الصفحات الوطنية اللي بكل أسف بتظن إن نشر الشائعات جزء من الوطنية. مصر مستمرة في رعاية أمن المصريين في دوائر الجنوب، من خليج عدن والقرن الإفريقي إلى مضيق باب المندب واليمن والسودان وأهله اللي على الرأس، وصولا إلى البحر الأحمر. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.